هذا الإجماع كما نقول إجماع وطني عبر العديد من المؤسسات الحقوقية والقانونية والفقهية والقضائية التي لا أبت على مساندته في مواقفه الشجاعة في مواقفه المشروعة. وأنا أقول هذه الكلمات بجميع الصفات. الصفة الأولى أنني رئيس مرصد العدالة في المغرب الذي يهتم بشؤون القضاء وبالعدالة في المغرب على مستوى المواقف وعلى مستوى التشريعات وعلى مستوى متابعة الخروقات. وبصفتي أنني يمكن اعتباري كمحامي وكنقيب سابق جزء من أسرة القضاء. وإذا كان لنا أن نفتخر في المغرب فإننا نفتخر بالأسرة القضائية الممثلة في شرفائها وفي نادي قضاة المغرب. هذا النادي الذي بصم وجوده بموقف أو مواقف شجاعة لم نعهدها في تاريخ القضاء المغربي الذي تعرض لإكراهات، ولكني في نفس الوقت سمح لنفسه بأن يخضع لهذه الإكراهات. فأول موقف الذي بدأ به حياته المشرفة هي يوم أن تأسس. فنحن نعرف بأن الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 من جملة ما جاء به من جديد بناء على نضالات الشعب المغربي هو أنه أعطى للقضاء الحق في حرية الرأي والتعبير وتأسيس الجمعيات والانضمام إليها، هذا بالإضافة إلى الحماية الدولية. لكن الحكم في المغرب أو السلطة التنفيذية في المغرب أرادت أن تستخرج هذا المكتب من التنفيذ، فمنعت أو فمنعت المؤسسين لهذه الأسرة الجديدة نادي القضاة أو اللجنة التحضيرية من عقد جمعهم التأسيسي للخروج بالوجود القانوني للقضاة. ونحن نتذكر بأن هذا المنع، هذا هو الموقف المشرف، واجهوا القضاة المؤسسين بشجاعة وصمموا رغم منعهم من القاعة التي جاءها وأخذوا الإذن المسبق من رئيس مدرسة المهندسين بتعليمات سرية من الأسرة تحدهم وأسسوا ناديهم. فهذه وقفة تنبئ عن مسار جديد في تاريخ القضاء. الموقف الثاني الذي يشرف هذا النادي ومن خلاله القضاة الشرفاء الذين ينتمون إليه أنهم تصدوا باستمرار للدفاع عن استقلالهم واستقلال القضاء، وكانوا وقاموا بوقفة شجاعة في مواجهة المشاريع أو مسودة المشاريع المتعلقة بنظام أساسي للقضاة وبالسلطة القضائية. أنا سعيد بهذا التشريف لأنهم أول القضاة هم الحامين الأولين للحريات والحقوق في الوقت الذي نعرفه بأن المغرب يعيش أزمة حقوقية ليس من ناحية القانونية التي لازالت تعترضها بعض المقاييس ولكن من ناحية الممارسات. فالقضاة هم الدرع الكبير لحماية الحقوق والحريات وخاصة القضاء الإداري الذي يواجه باستمرار، وهذا شيء من يشرف المغاربة ويشرف القضاة، تجاوزات ديال السلطة وتعسفاتها. إذن نحن لا يمكن في نطاق المحاماة في نطاق رئاسة المحامي المغرب إلا أن نستمر في مساندة مثل هذه المواقف للقضاة المشرفة، ولا يمكن إلا أن نستمر بجانب
مثل هؤلاء الرجال الذين شرفوا القضاة وشرفوا القانون وبثباتهم وشجاعتهم رغم الضغوطات التي تعرضوا إليها. المسألة ديال حماية القضاء الذي هو الملجأ الأخير لحماية الحقوق والحريات لا يلقى مساندة فقط من الهيئات الحقوقية ولا من هيئات المحامين المغرب، وإنما يلقى من المفروض يلقى المساندة من مختلف التنظيمات المغربية سواء السياسية أو النقابية أو الحقوقية، لأنه إذا فقدنا هذا الدرع الكبير للقضاء فيما يتطلبه القضاء من استقلال ونزاهة وشجاع فلا يمكن إلا أن نأسف على واقعنا. لكن الحمد لله مثل هذه المواقف تفتح أمال كبير ليس أمام الحقيقيين ولا رجال القانون فقط ولكن أمام الشعب المغربي. ونعتقد بأن المعهد لاهاي الدولي لحقوق الإنسان عندما شرف بإعطاء عضوية الأستاذ الهيني له وأعطاه صفة مستشار في شؤون الشرق الأوسط الشمالي كان هذه رمز من الرموز على أن حقوق الإنسان وأن المساندة ديال القضاء هي يجب أن تكون مساندة دولية، فما كما أن حقوق الإنسان هي عالمية وكونية في جميع جوانبها فالمساندة هي القضاة الذين هم الذين يمارسون ويتفقون هذه النصوص الحقوقية أصبحت من مستلزمات الدولية. فحقوق الإنسان هي شمولية وهي دولية، وكذلك نعتقد بأن الأسرة القضائية يجب أن تكون دولية. فهنيئا لنا جميعا بهذا الشريف لكم، ونؤكد على أننا سنستمر في مساندة قضائنا الشجاع الذي له بخصوص القضاء الإداري لأن في نظري أصبح يشرف المغرب وأصبح ربما يتجاوز في بعض أحكامه الشجاعة حتى القضاء الفرنسي الإداري المعروف بتاريخه الطويل. ولا ننسى بأن من جملة الأحكام التي صدرت عن المحكمة الإدارية التي انتهى يعني في الوقت الذين وجهوا نقدا لأنفسهم وأصدر حكما شجاعا لم نرى مثله في أوروبا عندما حملوا القضاء إمكانية محاسبته عن أخطائه، فقد أخطأت النيابة في أحد الممارسات إليها، فما كان للقضاء الإداري بالرباط إلا أن يصدر حكما مشهورا بتحميل الدولة المسؤولية عن أخطاء النيابة العامة التي لم تستجيب في التي لم تمتثل إلى أحد الأوامر الصادرة عن قضاء الحكم، وهذا شيء مشابه وأمثال مثل هذه الأحكام في دولة على كل حال لا زالت تتلمس طريقها نحو الديمقراطية. لا يمكن إلا أن يفتح العديد من الآمال نحو مستقبل أعضائنا الذي وإن كان فتيا فهو شجاع. نحن نؤيدكم ونهنئكم ونعتبر أن هذه التهنئة ليس فقط هي تشريف لكم، هي تشريف للأسرة القضائية وتشريف لهيئة المحامين وتشريف كذلك لجميع الحقوقيين بالمغرب ولجميع المنظمات وللشعب المغربي. شكرا.